الأيام تمضي بسرعة وتسرق منا متعة الأشياء البسيطة. رمضان يعطيني فرصتي لتغيير هذا الشيء. لما تكون القصة لمة حبايب، شوية تفاصيل صغيرة بتساعد في جمعهم، مثل موسى الشوكولاتة مع النوتيلا. مرة برمضان كنت أظن أن بنتي كانت مشغولة في غرفتها، بس كانت بتجمع صور العائلة وتسوي منها كتاب قصصات وتزينه. واجأتنا فيه بعد الإفطار المساء، كان والدها جدا متأثر. أنا فخورة بأن أطفالي قادرين يعبرون عن هواياتهم وعواطفهم، وأحاول أذكرهم دايما أن الوقت اللي نقضيه ويا أحبابنا ما يغل أهمية عن الوقت اللي نقضيه بصنع الأشياء اللي نحبها. كل شي فينا نأجله، ومن نفسي أبدأ، لأن جمعتنا هي سر الذكريات الرائعة اللي تستحق التقدير.